استاذ عز منين؟ استاذ عز من اسيوط، اتفضل. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم، سلام عليكم. ازيك يا سعاده الباشا؟ اهلا بحضرتك يا حاج عز. والله سيادتك يا بيه، انا اشتريت زرعه، والزرعه بحيادتها وخدت حكم ونفاذ بس يعني حكم ونفاذ، نقلت آلات من حكم ونفاذ، ومعي العقود القديمه ومعي الحيادات القديمه باسم سيكا، وعايز احيز بيها. رحت الزراعه قال لك صح. طب يعني انا اجيب لك مو منين؟ وبعدين دي زرعه كبيره اربع حيادين سيادتك، اجيب لك مو منين؟ انا اجيب. انت اشتريت ارض صح؟ اشتريت ارض ماشي، والارض دي فيك مع حياتك، بس زي ما تقول ورثه، يعني ورثه. انا نقلت العقود باسمي، خدت بيها حكم ونفاذ. كل الورثه دول مضوا خلاص، بقت الارض بتاعتك صح؟ بتاعته معايا حكم محكمه. طب ايه اللي ناقص؟ ما رضيتش يحيزوا لي بيها في الزراعه عندنا في مركز ابنوب. طلبوا منك ايه في ابنوب؟ قال لازم يعمل لك هو استنزال عن الحيازه، هم الحيازه بتاعتهم القديمه معايا. ما كنت بصرف بيها واعمل معايا انا. طب ما عملوش رافضين يعملوا التنازل ده؟ ايه؟ رفضوا يعملوا لك تنازل؟ مش رفضوا، دي ورثه سيادتك، اللي قاعد بره واللي قاعد هنا واللي قاعد هنا. قال احنا نقلنا لك الارض، وراح المحكمه ونقلوا، وقالوا احنا بعنا. وانا طب يا حاج عز، انت قابلت مين في الزراعه عندك؟ الزراعه عندي مدير الزراعه، رحت في ابنوب سيادتك. انا هي الاداره عندنا في ابنوب هي اللي ماسكه الحيازات وجوده. طيب انا هكلم ان شاء الله النهارده وكيل وزاره الزراعه بنفسه في اسيوط، وهحدد لك ميعاد تاخد الاوراق اللي معاك وتروح له. طب الله يستر اصلك يا جماعه، ربنا يبارك لك، عشان انا تعبان في الكمامه والله العظيم. لا ان شاء الله لو ليك حق هتاخده. هنكلم يعني السد. يا بيه قد ال 150 جنيه والحراج ب 1000 جنيه، والله العظيم القمح وجع والدل عليها منه وجع. احنا بنشتري قماوي، اربع فدادين واخدين مني 30 نص قماوي. هشتريه 600 جنيه من بره يعني يرضى ربنا بيها؟ وناس محايزه، معلش محايزه. طيب. والارض مبعتها واخده بيها قماوي وسحب عليها فلوس، والارض ما يطلعوش يعملوا معايا انا. يا استاذ عز بيها. استاذ عز ايوه سامحني، انا بقول لك حقك عليا انا. الله يبارك لك يا بيه، والله ما عاد يعني بس الارض، يعني ابورها الارض اعمل ايه طيب؟ ما تقدرش. اقول لك ما تقدرش ليه؟ عشان انت بتحب الخير وبتحب الزراعه، ما فيش حاجه اسمها تقول لي ابور الارض، ما فيش فلاح من غير ارض، وانت راجل باين عليك ان انت فلاح اصيل. اديني فرصه هكلم وكيل وزاره الزراعه وهنحدد لك ميعاد معاه. الله يستر اصلك يا بيه، انا عارفك انت راجل ودناس، وانا بسمعك على طول. يوم يوم الحد ان شاء الله الاعداد هيبلغ حضرتك الميعاد النهارده، وياكدوا عليك عشان تكون موجود عنده يوم الحد بالاوراق بتاعتك اللي معاك، نعرض عليه المشكله ونشوف نحلها ازاي. تمام؟ ماشي يا بيه، الله يبارك لك. طب الرقم عندك يا بيه والنبي؟ طب ما تقلقش، هو الاعداد مش هيسيبوك، هيزهقوك منهم، كل شويه يكلموك. بشكرك يا استاذ عز. بشكرك. يعني انا برضو هعيد الكلام تاني بتاع او يعني ملف مهم جدا، الصندوق التامين على المشاية. فيما يخص التامين على المشاية، انت النهارده عندك ميزه بتقدمها لك الدوله، يقول لك انا هامن لك على المشاية بتاعتك ضد الامراض، المخاطر، الحريق، الغرق، الكهرباء او الصعق بالكهرباء، السرقه، خيانه الامانه. انت بتربي ماشية، والفلاح الكلمة دي انا خدتها من المزارعين، دايما كانوا بيقولوها قدامي، بيقول لي احنا بنشتغل في الحاجة اللي فيها الروح، فمعرضة ان هي يحصل لها اي مشكلة. لما يجي صندوق التأمين على الماشية يوفر لك النهاردة الدواء، يوفر لك خدمة بيطرية ورعاية بيطرية على مدار العام بيتابعك، وانت عندك حيوان هو عاوز يحافظ على حياته، علشان هو ملتزم لو حصل له اي مشكلة هيدي لك حقه، هيديلك قيمة التأمين اللي انت مأمن بيه. فيا جماعة، التأمين على المشاية وصندوق التأمين على المشاية عليه عامل مهم جدا في هذا التوقيت. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعي مباشر.